هل يستدل بحديث اختصام سعد بن أبي وقاص في الغلام؟ هل يستدل به على وجوب الحجاب وهو غطاء الوجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة؟ ما في شك أنه في دليل على الحجاب، في دليل على الحجاب. الحجاب كان في أول الإسلام لم يفرض، وكان الرجال ينظرون إلى النساء، ثم نزل الحجاب وفرض الحجاب ونسخ إباحة النظر. فالذين يهرجون على الناس اليوم يجيبون الأدلة اللي فيها النظر إلى المرأة وفي كذا، هذا محمول على أنه قبل النسخ، على أنه قبل النسخ، هم يأخذونه قضية مسلمة لأجل يلبسون على الناس. نعم.